عليكم، معكم عبد الرحمن، ورجعنا لكم تاني في فيديو جديد ونهائي دوري ابطال افريقيا في لعبة بيس 2021. زي ما انتم شايفين دوري ابطال افريقيا النهائي، الزمالك والاهلي كاف ومش عارف، كل حاجه موجوده، كل حاجه موجوده عندكم. فالنهارده هنلعب النهائي، النهارده هنلعب النهائي، وتقريبا برضو النهائي الحقيقي، النهائي الحقيقي اكيد قرب، لان وقت تصوير الفيديو ده قرب جدا النهائي. فالنهارده هنلعب بيس 2021. تعبت جدا على ما لقيت الباتش بتاع الزمالك والاهلي والدوري المصري كله، لكن لقيته في الاخر، لان بيس 21 لسه ما نزلناش اي حاجه، لكن حاليا نزلنا الزمالك والاهلي. فانتوا متحمسين للنهائي ده، كل واحد حامل يضغط زر اللايك. وخلينا نشوف اللعيبه الاول اللي موجوده في الزمالك والاهلي. خلينا الاول نشوف تشكيله الاهلي. زي ما انتم شايفين الاهلي عليه اربع نجوم ونص، فخلينا نشوف التشكيله بتاعه. خلينا نخش على الخطه ونشوف. عندنا الشناوي في حراسه المرمى، رامي ربيعه وياسر ابراهيم موجودين، علي معلول، محمد هاني، هاليو ديانج، وعمرو السولية، وقفشة، ومروان محسن، وحسين الشحات، وكهربا. دول التشكيلة الأساسية، التشكيلة الأساسية اللي تقريبا موسيم يعني هيلعب بيها، ما اعرفش الا لو في اصابات في لعيبة مش هتلعب، لكن هي دي التشكيلة المفروض الأساسية. وساعات جونيور أجاي هو اللي بيلعب بدل كهربا تقريبا ساعات. فخلينا نشوف برضو الاحتياط موجود مين. الاحتياط موجود، في لعيبة مش موجودة وفي لعيبة موجودة. عندنا أيمن أشرف، والله تصدق ايمن اشرف بيلعب عن رامي ربيعه تقريبا، ايمن اشرف بيلعب عن رامي ربيعه. وعندنا برضو كريم وليد، وعندنا محمد محمود، سعد سمير متولي، اليو باتج برضو موجود كاحتياط يعني هيلعب، هرجع بدل مروان محسن هيتبدل بداله. عندنا جيراردو، علي لطفي، ومصطفى شوبير، كاويو، بدر بانون كمان، بدر بانون موجود، الانتقال الجديد بتاع الاهلي. فدي كل الاحتياط بتاع الاهلي، ودي التشكيله الاساسيه تقريبا، دي التشكيله هتلعب بيها تقريبا، انا مش متاكد، ممكن كهربا بدل اجاي ما اعرفش، لكن دي التشكيله. وتوقعاتكم ان شاء الله للتشكيله هتكون في النهائي. وخلينا نشوف الزمالك، عندنا الزمالك هنا موجود، خلينا نشوف الخطه بتاعته عامله ازاي. عندنا برضه الخطه بتاعته، اوباما، بن شرقي، مصطفى محمد، وزيزو، الثلاث الاربعه اصلا الاربعه المهاجمين، وبرضه معاهم فرجاني زازي بيخش، يعني بيبقوا خمسه مهاجمين، ما تفهمش ازاي. عندنا طارق حامد، الونش، ومحمود علاء، حازم امام، وعبد الشافي، وابو جبل. دي التشكيله الاساسيه كلها بتاع الزمالك. عندنا بقى في الاحتياط اكيد اوناجم، اوناجم موجود. عندنا مصطفى فتحي، عندنا محمد حسن برضو، عندنا شيكابالا، عندنا عبد الغاني، عندنا كابونجو كاسونجو برضو موجود. فدي التشكيله بتاع الزمالك، وشفنا التشكيله بتاع الاهلي. وحاليا هنخش على طول النهائي. وانا عارف، انا عارف اني لعبت المره اللي فاتت في بيس 13 بالاهلي، فصعب صعب ما العبش بالاهلي، لان لو لعبت بالزمالك هيكون في مشاعر متضاربه، لان اصلا هشجع الاهلي في النهائي، وبرضه انا ما عنديش تعصب، اللي يلعب احسن هو اللي يكسب. فاوكي خلينا نتوجه على طول للنهائي، واوريلكم الصعوبه قبل ما نبدا عشان تبقوا في الصوره. اوريلكم الصعوبه، نجم متميز، اعلى حاجه نجم، بص مفيش اعلى من هاوي، عادي محترف، نجم متميز، انا بلعب على نجم متميز. هنخش على طول اهو عشان ما حدش يقول انت بتغير الصعوبه، تخليها مبتدئ. الزمالك هنلعبه صادم نجم متميز، اوكي. فاوكي هنلعب بالتشكيله الاساسيه تقريبا، الزمالك غيروا في الاساسي بتاعهم، فدي التشكيله اللي الزمالك هيلعب بيها، ودي التشكيله اللي احنا هنلعب بيها. دي قبل ما نخش على المباراه، زي ما انا قلت لكم ان شاء الله المباراه الحقيقيه بقى ان شاء الله هبثها على تطبيق نونو لايف حصريا. المباراه الحقيقيه هبثها على تطبيق نونو لايف، هتلاقوا الرابط تحت في الوصف، برنامج نونو لايف، او حمله من برنامج متجر بلاي او الاي او اس بتاع الايفون. المهم حملوا البرنامج، بعد ما تحملوه اعملوا تسجيل دخول، لازم تسجيل دخول عشان تعرفوا تعملوا لي متابعه على الرقم اللي انتوا هتبحثوا عنه دلوقتي. مش عارف هما معقدينها ليه، بس ده الرقم اللي انت الوحيد اللي تقدر تبحث عني بيه دلوقتي حاليا. ابحث عني بالرقم ده، وبعد ما تبحث عني اعمل لي متابعه، وان شاء الله يوم 27 الساعه 9 هنعمل بث مباشر حصريا على تطبيق نونو لايف، الرابط تحت في الوصف، واعمل لي متابعه عشان يوصلك الاشعار. ليتس جو على طول، خلينا نبدا نهائي الزمالك والاهلي. يلا اوكي، ليتس جو على طول، ليتس جو على طول. والله لو النهائي على الملعب ده اللي هو ملعب البوكا جونيور يبقى حاجه اسطوريه جدا، لكن ليتس جو على طول. هي دي الكاس، ما تاخدوش بالكم الكاس، في حاجات كتيره مش مظبوطه برضه، الوجوه مش كلها مظبوطه، في وجوه مظبوطه، في وجوه لا، زي الشناوي تحسه كده صغير، محمود علاء تحسه مش عارف، في وجوه مظبوطه وجوه لا، لان الباتش مش هو الباتش. ان شاء الله في الفترات الجايه هينزلوا باتشات اكتر، ويعدلوا على الكوز اكتر، ويعملوا كاس افريقيا، ويعملوا حاجات اسطوريه. لكن حاليا ده اللي انا لقيته، الزمالك والاهلي في نهائي افريقيا، هنا جماهير الزمالك اللي للاسف مش هتكون موجوده، وهنا جماهير الاهلي اللي للاسف برضه مش هتكون موجوده، كلها هتتفرج من البيت. عندنا الاهلي وصاد الزمالك، مين اللي هيكسب على اصعب صعوبه؟ انا هلعب بالاهلي واكيد بشجع الاهلي، فخلينا نكسب، خلينا نكسب البطوله يا شباب، خلينا نكسب افريقيا، خلينا نكسب ايه؟ خلينا نكسب التسعه. اوكي يلا يلا ليتس جو. والله اوكي الجو بدأ يمطر، الجو بدأ يمطر، والمتوقع برضه ان الجو ده هيمطر يوم النهائي، ما اعرفش، تقريبا متوقع ان ده يحصل. فاوكي طلع
والله فرقاني فرقاني لا اوكي عازم امام عازم امام وكجاب الاسماء كلها مظبوطه لكن زي ما قلت لكم مش كل الوجوه هتكون مظبوطه لا مش كلها في وجوه على فكره مظبوطه في وجوه جدا مظبوطه زي محمد هاني ده مظبوط جدا اوكي طلع يلا محمد الشعب يا عم الشحات قرب لي يا عم لا 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 طلع طلع علي علي معلول علي معلول علي علي مروان محسن مروان علي معلول اوكي كهربا يا حصات يا جدع اوكي الونش اللي مش عارف هيلعب ولا لا برضه للنهاية انا ما اعرفش في لعيبه كتير والله مش هتلعب النهائي ما اعرف اوكي حسام شرف لا 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 لا, لا بن شرقي اوكي اوكي لا لسه لسه الكوره لسه الكوره امسك امسك طيب امسك بن شرقي لا عبد الله جمعه عبد الله جمعه ما عرضش عبد الله امسك اليو اليو ديانج لا لا لا, لا بن شرقي ان شاء الله اليو يا اليو لا 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 عدوا عدوا اليو لا ابو عزيز ابو عزيز حكم ما فيش حاجه لا 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 مصطفى 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 طلع طلع يا لا لسه لسه من شرق مصطفى محمد الله عليك اشهدنا وحش الله لسه طلع على مين ده لا 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 شاطر يا ساتر يلا يلا يا جدعان ما عملناش هجمه من اول الماتش روح يا مروان هجري ازاي بمروان ما اعمل مرتده ازاي بمروان يا عمي محمود علاء يا اقطع مفيش حاجه حكم يلا مروان مروان روح الشحات 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 ما الشحات حسين الشحات يسود يا عم ابو جمال ما تصدق يعني يلا علي يلا علي معلول علي معلول عرضيه لاحمد مجدي افش اوكي كهربا 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 يا ساتر اوكي اوكي بن شرقي بن شرقي بن شرق الله هش حاجه حكم يا عم لا 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 اسلام اسلام جابر لا لا طلع عزيم امام عزيم امام لوحده امسك ايمن اشرف ايمن لا عدى لا لا عد عد لا 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 مصطفى محمد بلفش 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 نف لا لا الله اوكي احمد مجدي افش يلا ها السليل كركو كركو السليل 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 افش افش يا عم بقى اوكي كهرباء كهرباء المران مران يا صوتو الله عليك يا مروان محسن يا رب على طول حطها ولم الكل الله الله عليك يا مروان محسن يا علامة شوف 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 احمد مجدي بوم لا ما جاتش طلعها على طول كهرباء اداها لمروان مروان بوم يا صوت يا صدر هدف البطولة هدف البطولة يا مروان خطيرة 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 علي لا 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 صوت امسك يا شنة امسك يا صوت يا صوت يا مصطفى الله الله سلية كهربا احمد مجدي يا عم يا عم اصبر يا عم حرام عليك استلم الكوره لا لا بن شرقي بن شرقي بن شرقي بن شرقي ما يعديش ما يعديش يا اوف يا ساتر يا شنو يا ساتر لا 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 انتوا بتعملوا ايه يا ساتر يا عم الشنو ولا يصد ما تركزوا في الدفاع يا عم يا حد يا مش عارفين نطلع بالكره واحده كره واحده مش عارفين نطلع بيها يا اسلام 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 لا 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 اوكي المفروض محمود علاء هو اللي يشوط ضربه الجزاء الله شنه 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 الله الله عليك يا شنه شنه كالعاده يشوط ضربه الجزاء يجي ضربه الجزاء كنشنه على طول يا الخزنه الله عليك يا شنه الله يا صوت احنا نتهنى يا عم احنا نتهنى يا عم حرام عليك يا عم حرام عليك احنا مش نتهنى بالصوت بتاع الشناوي معلش يا شنو معلش والله ما لحقنا نتهنى يا دوب يا دوب لحقنا الشناوي بوم على طول حطه يا عم مستحيل مستحيل الشناوي يجيبها مستحيل لا 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 بن شرقي لازم نفوق لازم نفوق لان الماتش بيطير لازم نفوق احنا كل من ساعتها بنعتمد على الشناوي والله من ساعتها بنعتمد على الشناوي ركز يا عم يلا حكم ما فيهاش حاجه يا حكم يا رخي طلع بقى يا عم طلع بقى احنا ما عملناش هجمه الا هجمه واحده عدله وكمان بالحظ يا عم ركزوا يا
يا عم طلع الكوره حازم امام. يا لا لا يلا طلع علي معلول. اوكي كهربا. لا يا احمد يا عم مش عارفين نعمل هجمه صح. هجمه صح؟ لا مش عارفين نعملها خالص. يلا اليو. اوكي يلا تعادل. يلا احمد مجدي. احمد يا ساتر يا اليو جاي. اليو ديانج للسلية. السلية لأحمد مجدي أفشة. مروان. مروان يلف ويده. يا ساتر يا مروان يده. مروان محسن بيشوط كده ولا ايه؟ لا 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 مروان لا 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 مروان لا 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 ايه ده؟ ايه انا شايفه ده مروان؟ ده بيلف وبيضرب على طول ما بيبصش. ما بيبصش بيلف وبيضرب الكرة بتروح في الزاوية. مين ده؟ ده مروان محسن بتاعنا ده ولا مين؟ هذا كريستيانو. ده كريستيانو محسن. كريستيانو محسن الجولادور. لا 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 التعادل على طول. التعادل على طول. مش عايزين تقدم في الدفاع. ركزوا. اخذنا اثنين دقيقتين والشوط الاول انتهي. وشوط اول سيء والله. سيء ما فيهوش فيه غير مروان محسن بس والشناوي. مروان محسن الشناوي اللي لعبوا من الماتش ما فيش غيرهم. لا 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 ما يطلعوش بقى كسبانين. ما يطلعوش كسبانين. ركزوا ركزوا ركز يا ساتر. مش عارفين نقطع الكوره يا عم. حكم خلص يا عم. يا عم الحكم خلص من ساعتها. خلصوا ليا. مروان مروان لحسين الشحات. حسين حسين عدى. حسين عدى الشحات. عدى الشحات. عدى الشحات. لا حرام حرام والله. ديرة من شرقي. الله قالوا والله قالوا جانك. اوكي طلع طلع للشحات. يلا حسين هنلعب من جهة حسين الشحات. هنلعب من جهته. من جهة حسين. من جهة حسين. يا ساتر من شرقي. لا 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 بالسبع يا ساتر. حسين بلا لعبوا علينا والله. لعبوا لعب علينا يا جدع. ايه ده؟ احنا بنلعب قصاد برشلونة ولا بنلعب قصاد الزمان؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. كرة عدت على اللعيبة كلها تقريبا. والله مروان محسن ما يلعبش. يلعب لوحده. مروان محسن ما يلعبش لوحده. هو ميسي. يلا أحمد مجدي أفشة. يلا أفشة الشحات يا ساتر. يلا شحات. يلا شحات. حسين حسين خطفها. يلا يا أوف يا عمي. كهرباء كهرباء. حكم كان هيكسر. أوكي أفشة الشحات. الشحات يا ساتر يا جدع. ايه الدفاع المتكتل ده؟ اوكي شيكابالا نزل. شيكابالا نزل. يا رب ما يجيب جول علينا. طلع يا حازم امام لبن شرقة. الله طلع. الله بص ايديكم. عايزين نرجع يا جدعان. عايزين التسعه يا جدعان. يا الله يا الله مروان يا ساتر. يا عم الحكم ما عادش لمسه. الحكم ما عادش لمس شيكابالا. حكم اوكي شكلنا هنخسر أربعة. شكلنا هنخسر أربعة. لا 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 طلع. يلا ما حد ياخد الكرة. يلا دي النيلة. يا دي النيلة شيكابالا. طارق حامد لسه نازل. لا طلع. يلا يلا نتفت نتفت. هناك هناك جونيور رجاية. لسه نازل جونيور. لا أبو جبل. طلع علي معلول. يلا يلا مروان. يلا مروان روح. ها صالح جمعة. جونيور رجاية. علي معلول. علي جونيور. جونيور يا جونيور رجاء ركز. اوكي اوكي مروان. صالح جمعة. صالح جمعة. الله على طول يحطها صالح جمعة. والتعادل والتعادل. يا يحطها صالح جمعة على طول. ليتس جو. لا 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 بس اداء اداء مروان محسن عالمي. اداء مروان محسن اسطوري النهارده. ايه ده؟ لا دي إشارة. إشارة إن مروان محسن هيكون عالمي في النهاية. دي إشارة. يوم يا ساتر يا ساتر يا صالح جمعة. دي الأسطورة. أوكي ثلاثة ثلاثة. اللي يجيب جول دلوقتي هو اللي هيكسب. اللي هيجيب جول هو اللي هيكسب. الزمالك طلع بكل اللعيبة تقريبا. طلع بكل واحد يهاجم. أوكي لا شيكابالا. شيكابالا. لا 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 بن شرقي. أوكي علي معلول. علي معلول على الركن. أيوه جول. لا اخذ يا ابو جبل. ابو جبل يا ريت. اوكي خطيره خطيره. مصطفى محمد طلع. ياسر ابراهيم. اوكي صالح جمعه. يلا يلا علي معلول. صالح جمعه. صالح يا ساتر.
لا لا ما يخترق ما يخترق ما يخترق شيء. لا مصطفى 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 اطلع والله عشان اوكي اخر اخر ثلاث دقايق ثلاث دقايق جنو صالح جمعه. لا 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 ايمن اشرف طلع طلع. لا 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 بلاش غلطات بلا بلاش غلطات. لا لسه الغلطات يا حكم حكم احسب احسب يا حكم. الله يخليك الدقيقة 90 الدقيقة 90 هلا اعملها الاهلي الدقيقة 90 جنو رجيم مرام محسن الشحات اوكي خطيرة ما يعملوهاش عليها الدقيقة 90 ما يعملوهاش عليها الدقيقة 90 الدقيقة 90 لا شيكابالا شيكابالا لا 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 شنو امسكها شنو لا لا يا مرام لسه الوقت مخلص لسه الوقت مخلص لسه فاضل اربعه لسه فاضل دقيقتين لسه فاضل دقيقتين لسه الوقت مخلص. يلا مروان روح مروان يلا يلا روح روح يا جونيور يا لا 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 اقطع الكره اقطع الكره اقطع اقطع بضاعه وقت اقطع لا 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 اوكي احنا كسبنا في بيس 13 وخسرنا في بيس 21 فكده مره الزمالك كسب ومره الاهلي كسب لكن النهائي الحقيقي ان شاء الله هيتلعب يوم 27 ما نعرفش مين اللي هيكسب فكلكم توقعوا حالا مين اللي هيكسب وكل واحد هيشوف النهائي معايا هتلاقي رابط نونو لايف تحت في الوصف ومش هيكون في اي حته ثانيه الرابط تحت في الوصف لازم تعمل له متابعه وبس ده كان كل الفيديو اشوفكم ان شاء الله في الجاي كان معاكم عبدو سلام.